يقول السائل: لي صديق يقول إنه قد تزوج بجنية مسلمة بمهر أعطاه لوليها، وقد أنجب منها أطفالا، ويدعي أنه إبراهيم. السؤال: هل يمكن أن يتزوج المسلم بجنية مسلمة؟ وما حكم هذا الاعتقاد؟ وهل يجوز مصاحبة هذا الشخص؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا ندري عنها، الله أعلم. الجن من عالم الغيب، الجن من عالم الغيب الذين لا نراهم، ولكنهم موجودون وقد يتعاملون مع الإنس، لكن ما نجزم بهذا النكاح، هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. والحمد لله، الإنسيات كثيرات، يزوج من بني آدم وهن كثيرات والحمد لله.